بسم الله الرحمن الرحيم، باسم شمس للتدريب بمصر، شركة مصر أو شركة مكة سمارت شمس للتدريب. أود أن أعلن عن خطة دراسة مرحلة ماجستير مهني MBA، ولكن ضمن خطة جديدة. طبعا هي 5 ترمات أو سمسترات ومع جامعات عريقة، وهناك خطين، خط بالعربي في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بمصر، وخط باللغة الإنجليزية في إلينويس يونيفرسيتي بالتنسيق مع شركة أمريكية باسم جيت سمارتر، وهي للتعليم عن بعد. فشركة جيت سمارتر عندهم تنسيق مع إلينويس يونيفرسيتي لإعطاء MBA، أعتقد الآي من إلينويس، وأعتقد إنه ممكن في 4 سمسترات أو أقل، يعني ممكن زيارة الموقع. وكذلك السادات، لكن السادات سوف يتم تنسيق برنامج معهم، أكاديمية السادات، وهو الخط العربي، لأنهم في مصر وسبق أن تكلمنا معهم. الهدف يعني الماجستير المهني أو MBA هو أصلاً مصمم للموظفين، والموظفين يعني ياخذوا MBA حتى يرتقوا في وظائفهم ودخلهم. قد تكون يعني هو يعمل مع شركة هو مساهم فيها أو كذا، أو يريد يأسس شركة، أو هو موجود في عمل سواء حكومي أو شركة ويريد أن يرتقي بوظيفته، لأنه ممكن هو أو هي بعد أخذ الماجستير المهني يساهم في تطوير العمل. وهو أيضا يرتقي في السلم الإداري، يعني يستطيع أن يكون مشرف، ويستطيع أن يكون مدير، ويستطيع أن يكون. فهذه دراسة MBA. وأحيانا مثلي أنا أخذت MBA، الواحد يريد أن يرتقي ممكن لأعماله الخاصة أو أفكار أو كذا، فهي زي الدراسة لأي يعني إنسان حتى يتعلم سوق العمل وكيف إدارة الأعمال، كيفية إدارة الأعمال، وماذا يحدث في الشركات. وطبعا النظريات الشهيرة مثل سوات، يعني أي شركة سواء حكومية أو غير حكومية، اللي هي استراتيجية الشركة، فيتعلم الإنسان كيف تبنى استراتيجيات الشركة وكذا لكي يرتقي بالشركة وبالعمل، سواء هو كان موظف أو كان صاحب شركة، ولكي يستطيع أن ينافس السوق، يرتقي، أن يعني يبرز منتجات شركته أو أعمال شركته أو كذا، شركته نقصد اللي هو ينتمي إليها، سواء هي ملكه أو موظف فيها أو شركة هو يعني ممكن إنه يقدم فيها. فمعروف الـ MBA هي ليست دراسة أكاديمية،
يعني هي للموظفين. فالبرنامج في أكاديمية السادات يعطى يوم الجمعة ويوم السبت 8 ساعات، هذه 16 ساعة، يعني يحضر يومين 8 ساعات 8 ساعات، 16 ساعة في 4 ترمات، 64 ساعة. ومقرر الـ MBA في كل الجامعات تقريبا معروف واضح يعني. هو مجرد انه اللي ياخدها مثلا في قبل عام 2000، فبعد عام 2000 ممكن تكون نظريات جديدة أحدث. فهي دراسة مهنية يحتاجها كل متخصص يعني في جميع التخصصات، في الطب، في إدارة المستشفيات، في حتى التجارة، في التجارة الإلكترونية، في أي مجال، البنوك، يعني من توسع مدارك الشخص، حتى التعليم والتدريس، حتى في الدراسة فيها دراسة العملاء والسلوك. مثلا في المدرسة العملاء منهم الطلبة، يعني المستفيدين من الخدمة أو من الشركة أو كذا. فهي مهمة لمعرفة التعامل في السوق والإنتاج، وأيضا صيد الفرص. وكذلك مشهور في هذه الدراسة تعلم الاستراتيجيات، يعني تتعلم أنت لو كنت شغال في شركة أو في التعليم إيش هي استراتيجية. يعني ما في شركة أو حكومة أو جهة حكومية، سواء في القانون، في التعليم، في الطب، في كذا، إلا عندها مؤسسة، عندها مستشفى، عندها المحكمة مؤسسة، المحامين والكذا. فالمؤسسات هذه والشركات هي لها نظام ولها استراتيجيات. طبعا في قطاع عام وقطاع خاص، القطاع العام معروف هو الحكومي. فالإنسان يعرف كيف يعني السياسات بتوضع، اللي هي سوات أناليسيس أو سوات، اللي هي كلمتين عكس بعض يعني، يعني التهديدات السوق مع فرص السوق. السوق هنا كيكة السوق، يعني مثلا أنت كنت في المحاماة، فكم في محامي منافس، وكم شركة محاماة مثلا، أو كنت أنت في مستشفى، فكم في مستشفى مناسب أو مستوصف، أو في الصيدلة، أو في يعني ضربنا أمثلة في كل شيء، أو مدرسة في التعليم، فمن المنافسين حتى لو كان المدرسة مجانا، يعني مثل المدارس الحكومية، من المنافسين الجامعات، من المنافسين يعني مثلا عندك بين الجامعات، بين كلية الطب وبين الكليات أو الجامعات، يعني إذا في التدريب المهني كذا، كل جميع التخصصات. لكن هناك مشكلة إنه الـ MBA هي جديدة، يعني ظهرت بعد في التسعينات تقريبا، اللي هي نفس الموظف يرتقي بتدريبه، تدريب مهني يعني مثل معهد الإدارة يعني، بس ماجستير، يعني يتطلب دراسة ماجستير كأنه في جامعة، كأنه بيدرس ماجستير يعني. وفي دكاترة، وفي طبعا معظم الـ MBA في اختبار نهائي شامل واختبارات للمواد. يعني نحن عندنا، يعني أنا حكون مساعد دكتور أو محاضر بالعربي وبالإنجليزي، يعني مع جامعة أكاديمية السادات ومع، فعندنا برنامج مش 4 ترمات، 5. ففي تعديل على الماجستير المهني، لأن مشكلة الماجستير المهني لو أخذته، يعني مثلا أنا أخذت الماجستير، الشركة كنت أشتغل فيها أرامكو، يعني ممكن إني أقدمه، بس ما حيعطوني أي علاوة ولا أي بوزيشن بسببها، يعني ما لها دخل، ولا حلاقي عمل في شركة تانية أفضل براتب تاني بسببها يعني.
ممكن طبعا الواحد لو بحث، فاللي ياخذوها عندهم مشكلة انه في التوظيف، خاصة الآن الوظائف قلت، فلو احد بده يروح يشتغل بالام بي اي، يعني مثلا تخصصه مهندس بالام بي اي، يعني إدارة مشاريع ولا أفكار جديدة ولا كذا، طب هو ما عنده خبرة، كان يشتغل مهندس مثلا في الأوبريشن ولا في كذا، فما عنده خبرة، زي كأنه دوب متخرج، يعني كان يشتغل في التشغيل، فكيف يروح إدارة؟ لكن لو كان هو في المشاريع وكذا، ممكن إنه يروح يغير، يعني زي حالتي أنا، كان ممكن إني لو غيرت الشركة من 2005 أخذت الـ MBA، لكن هنا الموظفين عندهم الخوف من التغيير، لأنه بيستني التقاعد ويمشي. المدرسين، يعني في مدرس درس 20 سنة، فلو أخذ الـ MBA يعني ياخذ التقاعد ويشتغل في مدارس خاصة أو يدير مدارس أو كذا وكذا. المحامين نفس الشيء، يعني كان يشتغل وأخذ الرخصة وكذا، يعني يستطيع إنه يفتح مكتب محاماة أو يدير مكاتب أو يصير كوردينيت منسق لكل المحامين في بلده، يجيب قضايا كذا، حاجات كثيرة. لكن هذا الـ MBA، لكن نحن أضفنا ترم أو سمستر اللي هي ميني ام بي اي، عشان تتغير الاسم، يتغير الى سمارت ام بي اي، تابعة لأكاديمية جديدة اسمها أكاديمية، يعني جامعة كلية، أكاديمية يعني كلية زي السادات أكاديمي، ما تعتبر لأنها في تخصص واحد في الإدارة، ما تعتبر جامعة، الجامعة لازم يكون فيها طب وهندسة وأشياء كثيرة. فإذا نحن سميناها سمارت ام بي اي. ليش سمارت ام بي اي؟ اننا في طالبين عمل، يعني زي موضوع التدرج الوظيفي، يعني اللي ياخدها بيرتفع اجر الساعة عنده. مثلا واحد من مصر، خلينا نقول محامي أو طبيب، نضرب مثلا بطبيب وبيشتغل عند الحكومة، فشغله الساعة بكم؟ يعني مثلا بيشتغل 200 ساعة، احنا ما نقول له اخرج من شغلك، هو يحتاج يزيد دخله، يقدر يشتغل تدرج وظيفي في أيام العطل يومين، هذا تقريبا ربع راتب. بس الفرق اللي ياخد السمارت ام بي اي راتبه يكون $20 في الساعة، يعني لو اشتغل 50 ساعة اللي هي ربع دوام، سواء يوم، طبعا لازم 8 ساعات، يومين او 3 او يومين مثلا، فيومين يطلع له مثلا بالاسبوع، لو اشتغل 10 ساعات 20 ساعة في الشهر 80 ساعة، يعني ممكن مسموح له إلى 10 ساعات إجازة، فعنده سوى تقريبا 80 ساعة في $20، يعني $1600. ممكن في عمله الدائم اللي هو 5 أيام ما بياخد $500، أنا ضربت المثال في مصر، وبرضه ممكن في السعودية، يعني واحد اشتغل لقى عمل بخمسة